كاتب محلي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عضو في المجلس الوطني، عضو في التبجيعي، نائب الرئيس، وعضو في المنتدى المهني لحزب جبهة القوى الديمقراطية. اليوم كاينه واحد الدوره استثنائيه ديال المجلس ديال السيد الطيبي اللي هي اليوم كنتفاجئوا انها مغلقه. علاش ما عرفناش؟ يعني علاش هاد الدورات الاخيره كلهم كاينه؟ وكنتمنى يعني بعد يعني السيد الرئيس انه يدرج نفس النقاط اللي درجوا الدوره السابقه اللي هما كتهم ساكنه السيد الطيبي، يعني يكون تصويت بالاجماع، ما يكونش عرقله بالنسبه للمصالح الساكنه نفس السيد الطيبي. ابراهيم باخوش، فاعل سياسي، مسؤول تنظيم داخل حزب العداله والتنميه، هو انه اليوم جاي مجلس باتفاقيه الشراكه مع مندوبيه الصحه، اش كيقول فيها؟ باغيين هما يوظفوا جماعه، توظف اطباء وتوظف اعوان وممرضين وسائقين وتوضعوا مره هنا اشاره وزاره الصحه. نحن كحزب سياسي في مراسلات ديالنا وفي الرد ديال السيد الوزير وزير الصحه منا تكلمنا معه في هذا الموضوع، رده كان شافي وكافي، انه تيقول لك الوزارة ليس عندها موارد بشرية يتم تعيينها على مستوى جماعة سيدي الطيبي في هذه اللحظة، علما أن الكثافة السكانية اليوم تسمح أنه يكون عندنا جوج المستوصفات وأطباء، واحد العدد كثير ديال الأطباء خصهم يكونوا. هذه مناسبة كنشكروا الأطباء، طبيبة اللي كاين على مستوى الطبيبتين المتواجدين على مستوى المستوصفين اللي تخدموا واحد المجهودات كبرى في هذا الجانب هذا ورغم الضغط. اليوم احنا جماعة ترابية، امكانياتنا بسيطة ومتواضعة، ميزانية لا تتعدى 1,700,000,000، ومستحقات الموظفين والتدبير والتسيير ديال الإدارة بوحدها كتدي لك واحد 950,000,000، بمعنى انه كيبقى لك واحد 700-800,000,000. هاد 700 ولا 800,000,000 ما يمكنها الا تسير بها الاناره العموميه، الخدمات الاجتماعيه، الكاربيرون، البارك ديال 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 الجامعه، يعني الاسطول بالشاحنات وبالسيارات. في الوقت اللي اليوم كلكم كتعرفوا انه اليوم على مستوى الجامعه ديال السيد الطيبي اليوم كلها، الا درتوا جوله على مستوى جامعه السيد الطيبي غتلقاو كلها مطارح النفايات. لما كنتكلموا مع المسؤول كيقول لك اودي عندي المشكل ديال 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 هذا ديال المازوت، حيت طلعت المازوت حقا ما بقاتش كافياني 20,000,000 الى ما غير هذا، علما انه 20,000,000 كانت كافيه في عهد المجلس السابق، 20,000,000 وكانت جميع زعمين الاليات ديال الجامعه كتشتغل، الشاحنات، التراكس، كاميوات كاملين ديال الزبل، ديال الامور التقنيه، السيارات ديال الاسعاف، سيارات الخدمه، هادو كاملين كانوا كيشتغلوا، كانت كتكفي هاد 20,000,000. ما يمكنش لنا نشوف هاد النقاط هادو، اي حاجه نقولوا الله يسخر الله يبارك، وامنا الرئيس انه يتعقل ويسمع الاغلبيه والمعارضه، لانه في التالي كيبقى رئيس لجماعه سيدي الطيبي.